انا شري معاك الكساب نعاونو. هو فين هو الكساب؟ الشناقه ما كاينش. واحد جا مع 4 ريال كيجي في الاخر تعاون بدون دوك الشناقه. حتى الشعب فين كاين؟ الشعب متاهم. تبارك الله. واش حاولنا عليك؟ وعليكم ديال الروبورتاج الشناقه. عطيك جوج كلمات انا. الله ياخذ الحق فيه كامل. زين اخويا الناخلص تاع والو اخويا الغلا. الشناقه تزيدوا بزاف اخويا. حاولوا ياخذوا كتزيد في 1500 2000 درهم بزاف. نوع على وحده صغيره ونوع كيرضع قال لك 34 دير توصل الدار يموت لك. الفرق اللي بين هذه السنه مع السنه اللي فاتت فرق بزاف اخويا. كاين الثمن اخي. هو هادشي راه واخد الدعم واخد بزاف د الحوايج والو ما كينقصوش اخويا. زادوا في البوطه زدنا عاوتاني قلنا ما كاين مشكل. ها الحولي وفين غادي؟ راه الصالير نسيلا تصور 80 درهم في النهار. شنو غاتشري بها؟ شري بها بوطه وغاتريح. اش غاتاكل واش غاتشرب؟ راه شي بزاف والله الا بزاف والله لا اله الا الله محمد رسول الله. العام اللي فات شريت 56 ديال 100 ساوي 100 هذا العام هذا والله الا ساوي 100 راه بزاف اش لا اله الا الله محمد رسول الله. الشناقه دايرين حاله دابا درنا في السوق كتلقى بنادم كياخذ ب 2000 درهم 2500 كيبغي يربح 1000 درهم ما حاط ما والو زي ساعه ودا معك 1500 والدرويش دابا انا الصالير ديالي كنشد 4000 درهم ولا 3000 درهم باش غنشري الحولي باش نخلص الماء والضو باش نخلص الكرا. هاد راه ماشي تجاوناش باش نبقاو في هاد البلاد تجاونا راه اش نقول لك اخي. السوق راه طالع راه على كل شيء راه انت درتي شي السوق كي داير راه اش نقول لك. الدرويش اخي راه ما محاوش عيد هاد العام اخي هادشي اللي بان ليا انا وصار راه احنا باقيين فيها خيرات. شوف يا مولاي شوف اللي كتسولوا ما كاينش ما كتسمعش. اذا حنا ما سمعناش اخويا من غير 100 اللي كتسول فوق 100 100 الفوق شي حاجه من غير هادشي ما سمعناش وما كاينش المليح. شنو المليح 8000 درهم 9000 درهم. لا لا محمد رسول الله. الغلا خويا الغلا الغلا ولكن كاين المليح. المليح الثمن ديالو ولكن يجيب الله ان شاء الله يجيب الله. كاين داير الفرق بين هاد السنه والسنه اللي فاتت؟ السنه زاد بزاف جات 1500 زيدت تقريبا هاد العام هذا ولا 2000 ونطلبوا عند ربي الخير ان شاء الله. نطلبوا الخير ان شاء الله. كاين الغلا ما نكذبش عليك كاين الغلا والدرويش مقصع داك الشيء بزاف. خديته ب 4000 درهم ما تقولش فيه 4000 درهم كاع ما ماشي ديال 4000 درهم صراحه. السوق طالع بزاف والشناقه كثير. سيدي المواطن الحمد لله راه اللي عنده غيعيد ان شاء الله واللي ما عندوش ما يعيش. الناس ما يتخللوش وتفاهموا شويه مع الكسابه شي ما يعيرش يا رب غادي يصل الامور هذه غير سنة خصنا نتفاهموا عليها والحمد لله باش ما عطى الله معيدين معيدين. واللي بغى يجي لحد ديال الكاموني راه فيه كساب الله يعمر لهم الدار تيتعاونوا مع المواطنين كيتعاملوا كيف ساكن هما كيصبروا شويه والحمد لله على كل حال والله يزيد الخير في الخير وعيد مبارك سعيد وعاش سيدنا والله ينصر الجميع. تحيه.